أهلا ومرحبا بكم في الفيديو الخاص بالهدف الاستراتيجي 3 المؤشر 1 أو SO31 الاتجاهات في نسبة الأراضي التي تتعرض للجفاف إلى إجمالي مساحة الأرض. في نهاية هذا الفيديو ستكون قد عرفت المزيد عن تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD لمفهوم الجفاف وكيف يصف المؤشر مخاطر جفاف المناخ، استخدام المؤشر القياسي لهطول الأمطار SPI لحساب المؤشر، كيفية اختيار أنسب مصدر لبيانات المؤشر القياسي لهطول الأمطار SPI، كيفية حساب المؤشر القياسي لهطول الأمطار SPI وتقدير مدى ونسبة فئات شدة الجفاف، كيفية إنشاء ملخصات مكانية شبكية لخط الأساس وفترات إعداد التقارير. يحدث الجفاف عندما يكون معدل هطول الأمطار أقل بكثير من المتوسط لفترة كافية تتسبب في اختلالات هيدرولوجية خطيرة تؤثر سلباً على أنظمة إنتاج الموارد الأرضية. يصف المؤشر SO31 مخاطر الجفاف نتيجة الأحوال الجوية من خلال تحديد نسبة الأراضي التي تتعرض للجفاف باستخدام 4 فئات لكثافة الجفاف وفقاً للأرصاد الجوية. مع توفير البيانات المكانية في بريس 4، يمكن للأطراف معرفة المناطق التي تعاني من حالات جفاف أكثر شدة من أجل تحديد أولويات جهود التخفيف وتقدير مخاطر الجفاف بالاقتران مع تقييمات التعرض للجفاف الهدف الاستراتيجي SO32 لاتجاهات في نسبة السكان المعرضين للجفاف والتأثر به الهدف الاستراتيجي SO33 الاتجاهات في درجة التأثر بالجفاف. يوصى باستخدام المؤشر القياسي لهطول المطر SPI كأساس لحساب المؤشر SO31 نظراً لاختياره من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لرصد الجفاف في إعلان لينكولن بشأن مؤشرات الجفاف. ومع ذلك يجوز للأطراف استخدام مؤشرات أخرى إذا كانت مستخدمة بالفعل على المستوى الوطني مثل المؤشر القياسي للتبخر وهطول المطر أو SPEI والذي يمكن مقارنته بسهولة بمؤشر SPI وهو أكثر موثوقية في المناطق القاحلة. تتكون عملية إعداد التقارير الخاصة بالمؤشر SO31 من تقدير وضع المنطقة في إطار 4 فئات من شدة الجفاف على النحو المحدد في المؤشر القياسي لهطول المطر ونسبة SPI المساحة الإجمالية التي تتعرض للجفاف بغض النظر عن شدته. عملية إعداد التقارير الخاصة بالمؤشر SO31 تتضمن 7 خطوات. إذا قررت الأطراف استخدام البيانات الافتراضية فإن الخطوات من 2 إلى 5 تكون غير ضرورية. لنبدأ بالخطوة الأولى في عملية إعداد التقارير عن الاتجاهات في نسبة الأراضي التي تتعرض للجفاف على إجمالي مساحة الأرض أو الهدف الاستراتيجي SO31 وهو تحديد مجموعة بيانات هطول الأمطار. البيانات الافتراضية المعبأة مسبقاً في منصة بريز مستمدة من بيانات الرصد الصادرة عن المركز العالمي لقياس هطول الأمطار GPCC. منتج هطول مطر شبكي بدقة 1 درجة حوالي 111 كيلومتر عند خط الاستواء مشتق من بيانات مقياس المطر. مجموعة بيانات افتراضية بديلة متاحة في Trends.Earth هي مجموعة المخاطر المناخية لهطول الأمطار مع المحطات Shirepus، ولكن تغطيتها تقتصر على المدى بين 50 درجة جنوباً إلى 50 درجة شمالاً. وكبديل لذلك يجوز للأطراف استخدام بيانات هطول الأمطار الوطنية أو الإقليمية خاصة إذا كان لديهم دقة مكانية أعلى أو فترة تسجيل أطول مقارنة بالبيانات الافتراضية. قد تساعد شجرة القرارات هذه الأطراف
على اختيار أفضل مصدر لبيانات هطول المطر لاشتقاق المؤشر SO31. يمكن العثور على شجرة القرارات في إرشادات الممارسات الجيدة للتقارير الوطنية عن الهدف الاستراتيجي 3. الخطوة الثانية في عملية الإبلاغ عن الاتجاهات في نسبة الأراضي التي تتعرض للجفاف على إجمالي مساحة الأرض أو الهدف الاستراتيجي SO31 هي حساب المؤشر القياسي لهطول المطر SPI. يتم حساب السلاسل الزمنية الشهرية للمؤشر SPI باستخدام طريقة SPI-12 التي تقدم ملخصاً سنوياً لحالات نقص هطول الأمطار لكل شهر باستخدام طريقة التراكم لمدة 12 شهراً. على سبيل المثال، تراكم هطول الأمطار لمدة 12 شهراً لشهر ديسمبر 2019 هو إجمالي هطول الأمطار الشهري في الفترة من يناير 2019 إلى ديسمبر 2019. تستخدم منظمة الصحة العالمية WMO الفترة القياسية المناخية المعيارية للفترة 1981-2010 كفترة مرجعية لتطبيع توزيعات بيانات تراكم هطول الأمطار لمدة 12 شهراً. تعتمد طريقة التطبيع على دلة توزيع احتمالية جاما المجهزة لتراكم هطول الأمطار لمدة 12 شهراً في هذه الفترة المرجعية لإنتاج السلاسل الزمنية الشهرية المعيارية SPI-12 لكل خلية شبكية منذ سنة 2000 إلى آخر سنة متاحة. يستلزم التغيير في الفترة العادية للمناخ المعياري إعادة حساب المؤشر القياسي لهطول الأمطار لخط الأساس وجميع فترات إعداد التقارير التاريخية، لذلك يجب على الأطراف تحديد الفترة المرجعية المستخدمة لحساب المؤشر المعياري لهطول المطر. تتمثل الخطوة الثالثة في عملية إعداد التقرير عن الاتجاهات في نسبة الأراضي التي تتعرض للجفاف على إجمالي مساحة الأرض أو الهدف الاستراتيجي SO31 في تحديد فئة شدة الجفاف لكل خلية شبكية. قيم SPI-12 لشهر ديسمبر والتي تمثل النقص أو الزيادة في معدل هطول الأمطار خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر لتعيين فئة شدة الجفاف SPI لكل خلية شبكية. تشير القيم الإيجابية للمؤشر القياسي لهطول المطر SPI إلى عدم حدوث جفاف في الفترة المحددة ولا تؤخذ في الاعتبار عند حساب المؤشر. يتم تقدير المساحة الإجمالية تحت كل فئة من فئات شدة الجفاف عن طريق إضافة مساحة الخلايا الشبكية في كل فئة من فئات شدة الجفاف. يتم تخطيط شبكة فئة شدة الجفاف في إسقاط مناسب ذو مساحات متساوية، على سبيل المثال مول ويد، للحصول على المساحة الحقيقية للخلايا بوحدات كيلومتر مربع قبل حساب المساحة الإجمالية لكل فئة جفاف. يتم الإبلاغ عن امتداد كل فئة من فئات شدة الجفاف سنوياً في الجدول SO31.T1. يتم تخطيط شبكة فئة شدة الجفاف في إسقاط مناسب ذو مساحات متساوية، على سبيل المثال مول ويد، للحصول على المساحة الحقيقية للخلايا بوحدات كيلومتر مربع قبل حساب المساحة الإجمالية لكل فئة جفاف. يتم الإبلاغ عن امتداد كل فئة من فئات شدة الجفاف سنوياً في الجدول SO31.T1. الخطوة الرابعة في عملية إعداد التقارير عن الاتجاهات في نسبة الأراضي التي تتعرض للجفاف إلى إجمالي مساحة الأرض أو الهدف الاستراتيجي SO31 هي حساب نسبة الأراضي التي تتعرض للجفاف. يجب الإبلاغ عن إجمالي المساحة التي تتعرض للجفاف، أي مجموع المساحة الواقعة تحت جميع فئات شدة الجفاف، وكذلك نسبة إجمالي مساحة الأراضي المعرضة للجفاف على أساس سنوي في تقرير الهدف الاستراتيجي SO31.T2، والتي يتم حسابها كنسبة مئوية من إجمالي مساحة الأرض لكل عام. إجمالي مساحة الأرض السنوية
تشتق من إضافة جميع فئات الغطاء الأرضي الواردة في SO11.T5. يعد المنخص المكاني مفيداً في تعيين الظروف الأكثر تطرفاً التي حدثت في فترة الأساس وفترات إعداد التقارير. يحسب المنخص المكاني في فترات مدتها 4 سنوات أو حقب زمنية خلال فترة الأساس وفترة إعداد التقارير. يتم تحديد أقصى فئة من حيث شدة الجفاف في كل فترة مدتها 4 سنوات لكل خلية شبكية. الخطوة السادسة في عملية الإبلاغ عن الاتجاهات في نسبة الأراضي التي تتعرض للجفاف إلى إجمالي مساحة الأرض أو الهدف الاستراتيجي SO31 هي التحقق من النتائج. يجب على الأطراف تقديم تقييم نوعي للمؤشر، ومع ذلك يرجى ملاحظة أنه نظراً لتأثير التقلبات الطبيعية للمناخ على حدوث حالات الجفاف، ينبغي تفسير أي تغيرات أو اتجاهات ملحوظة في نسبة الأراضي التي تتعرض للجفاف خلال هذا الإطار الزمني القصير بحذر. يجب دائماً التحقق من التقديرات المبلغ عنها من قبل الخبراء الوطنيين قبل تقديمها، خاصة عند استخدام البيانات الافتراضية. الخطوة السابعة في عملية الإبلاغ عن الاتجاهات في نسبة الأراضي التي تتعرض للجفاف إلى إجمالي مساحة الأرض أو الهدف الاستراتيجي SO31 هي إصدار التقارير. يجب على الأطراف حفظ النموذج، وبمجرد التحقق من البيانات الافتراضية أو الوطنية والموافقة عليها من قبل الخبراء يجوز للأطراف تقديم التقديرات كمراجعة. ينصح أيضاً بتقديم مراجعات عندما يتم الإبلاغ عن المؤشرات الأخرى في إطار الهدف الاستراتيجي 3 والموافقة عليها بشكل كامل. بالنسبة للتقديرات الناتجة باستخدام البيانات الوطنية، يجب على الأطراف تقديم سرد المنهجية ومصادر البيانات ودقة البيانات. مجموعات البيانات الجغرافية المكانية لخطر الجفاف بالنسبة لفترة خط الأساس وفترات التقرير. لقد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو الخاص بالهدف الاستراتيجي SO31 الاتجاهات في نسبة الأراضي التي تتعرض للجفاف إلى إجمالي مساحة الأرض. في هذا الفيديو تعرفت على التعريف الذي وضعته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD للجفاف، وكيف يصف المؤشر مخاطر الجفاف نتيجة الأحوال الجوية. لقد تعرفت على استخدام المؤشر القياسي لهطول المطر أو SPI لحساب المؤشر، وكيفية اختيار مصدر البيانات الأكثر ملائمة لـ SPI، وكيفية حساب SPI وتقدير مدى ونسبة فئات شدة الجفاف، وكيفية إنشاء ملخصات مكانية شبكية لخط الأساس وفترات إعداد التقارير. شكراً على وقتك.